السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا بكم مع سلسلة المراجعات النهائية في مادة الكيمياء. إن شاء الله هنبدأ مع بعض النهاردة في قناتنا نفهم دروس مجانية، نقدم لكم هذه المراجعات. ما ننساش نشترك في القناة حتى يصلنا كل الفيديوهات الجديدة إن شاء الله. نبدأ مع بعض كده أسئلة المصطلح العلمي وأهم التعريفات. السؤال الأول بيقول الإلكترون جسيم مادي له خواص موجية. لما يجي لي سؤال زي ده في المصطلح العلمي، الإجابة هي الطبيعة المزدوجة للإلكترون. السؤال الثاني بيقول أعداد تحدد طاقة الأوربيتالات وأشكالها واتجاهاتها في الفراغ. هذه الأعداد هي الإجابة أعداد الكم. المفتاح الذي حل لغز التركيب الذري اللي هو الطيف الذري. السؤال الرابع، تشغل الإلكترونات المستويات الفرعية ذات الطاقة الأقل ثم الأعلى، والإجابة هي مبدأ البناء التصاعدي. السؤال اللي بعد كده بيقول كمية الطاقة المكتسبة أو المفقودة عندما ينتقل الإلكترون من مستوى طاقة إلى آخر، والإجابة هي الكوانتم. السؤال اللي بعد كده بيقول الذرة جسيم مصمت متناهي الصغر غير قابل للتجزئة. دي ذرة دالتون. ذرة مين؟ دالتون. السؤال اللي بعد كده بيقول كرة متجانسة من الكهرباء الموجبة مطمور بها عدد من الإلكترونات، يعني جواها عدد من الإلكترونات السالبة، يكفي لجعل الذرة متعادلة كهربيا، وده نموذج ذرة تومسون. يبقى ذرة تومسون دي الإجابة. السؤال اللي بعد كده بيقول خطوط ملونة تنتج من تسخين الغازات تحت ضغط منخفض إلى درجات حرارة عالية، والإجابة هي الطيف الخطي المميز. يبقى خطوط ملونة تنتج من تسخين الغازات تحت ضغط منخفض إلى درجات حرارة عالية، الإجابة هي الطيف الخطي المميز. ذرة اكتسبت كما من الطاقة عن طريق التسخين أو التفريغ الكهربي، يبقى الذرة دي اسمها ايه؟ ذرة مثارة. المنطقة من الفراغ حول النواة التي يزيد فيها احتمال تواجد الإلكترون، المنطقة دي اسمها الأوربيتال. السؤال اللي بعد كده بيقول يستحيل عمليا تحديد مكان وسرعة الإلكترون في وقت واحد، ويفضل استخدام لغة الاحتمال، وده اسمه مبدأ عدم التأكد أو عدم اليقين بتاع هايزنبرج. لا يحدث ازدواج بين إلكترونين في مستوى فرع معين إلا بعد أن تشغل أوربيتالات بالإلكترونات فرادى أولا. يبقى دي اسمها قاعدة هوند. اسمها قاعدة هوند. السؤال اللي بعد كده بيقول نصف المسافة بين مركزي ذرتين متماثلتين في جزيء ثنائي الذرة، ده اسمه ايه؟ نص قطر الذرة. أكاسيد فلزية تسلك سلوك الأكاسيد القاعدية والحامضية معا، اللي هي الأكاسيد المترددة تتفاعل كقواعد وكأحماض. عناصر تتميز بجودة توصيلها للكهرباء
وكبر أنصاف أقطارها أو أقطار ذرتها اللي هي الفلزات. عدد يمثل الشحنة الكهربية الموجبة أو السالبة والتي تبدو على الأيون أو الذرة في المركب الأيوني أو التساهمي، والإجابة هي عدد التأكسد. مجموعة عناصر تتميز بالتركيب الإلكتروني NS2NB6 وهي العناصر الخاملة، يعني بيكون فيها المستوى S مكتمل والمستوى B مكتمل بالإلكترونات. مجموعة العناصر التي تشغل المنطقة اليسرى من الجدول الدوري وتقع إلكتروناتها الخارجية في المستوى الفرعي S وهي عناصر الفئة S. مجموعة العناصر التي يتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي F وهي عناصر انتقالية داخلية. سلسلة من العناصر يتتابع فيها امتلاء المستوى الفرعي 4F وهي اللانثانيدات. المسافة بين نواتي ذرتين متحدتين، المسافة بين نواتي ذرتين متحدتين اسمه طول الرابطة. عملية فقد الكترونات ينتج عنها زيادة في الشحنة الموجبة، الإجابة هي التأكسد. لا يتفق إلكترونان في أي مستوى فرعي في قيم أعداد الكم الأربعة، اسمه مبدأ الاستبعاد لباولي. لا يتفق إلكترونان في أي مستوى فرعي في قيم أعداد الكم الأربعة، الإجابة هي مبدأ الاستبعاد لباولي. ننتقل إلى نوع آخر من الأسئلة وهو أسئلة علل لما يأتي. السؤال الأول: تستخدم مادة كبريتيد الخرسين في الكشف عن جسيمات ألفا غير المرئية، وده لأنها تعطي وميضا عند مكان اصطدام جسيمات ألفا بها، وبذلك يمكن تحديد مكان وعدد جسيمات ألفا المصطدمة باللوح اللي من كبريتيد الخرسين. السؤال الثاني: عدم تساوي مقدار الطاقة اللازمة لنقل إلكترون بين مستويات الطاقة المختلفة، ليه بقى؟ لأن الفرق في الطاقة بين مستويات الطاقة ليس متساويا، حيث يقل كلما بعدنا عن النواة. السؤال الثالث: علل إلكتروني الأوربيتال الواحد لا يتنافران، والإجابة لأن لهما غزل متضاد حركتهم عكس بعض، فينشأ بينهما مجالين مغناطيسيين مختلفين فيلاشي كل منهما الآخر، وبالتالي لا يحدث بينهما تنافر. السؤال الرابع: يمتلئ تحت مستوى الطاقة 4S بالإلكترونات قبل تحت المستوى 3D، ده احنا عارفين ليه، لان الفور اس اقل في الطاقة من الثري دي. السؤال الخامس: يتشبع المستوى الفرعي اس بالكترونين بينما المستوى الفرعي بي بستة الكترونات، والاجابة لان المستوى اس يحتوي على اوربيتال واحد فقط بينما البي بها ثلاثة اوربيتالات اللي هي بي في اتجاه الاكس وبي في اتجاه الواي وبي في الاتجاه زد. السؤال السادس: الالكترون لا يقع داخل النواة، ايه اللي يخلي الالكترون ما يقعش داخل النواة؟ هنشوف مع بعض ليه. لان اثناء دورانه حول النواة يخضع لتأثير قوتين متساويتين مقدارا ومتضادتين اتجاها، وهما القوة الطاردة المركزية الناتجة من الدوران بتاعه وقوة جذب النواة للإلكترون، والقوتان متساويتان فلا يقع الإلكترون داخل النواة. السؤال السابع:
الموجات المادية تختلف عن الموجات الكهرومغناطيسية، والإجابة لأن الموجات المادية لا تنفصل عن الجسيم المتحرك وسرعتها لا تساوي سرعة الضوء، وبالتالي هي تختلف عن الموجات الكهرومغناطيسية. السؤال الثامن، يفضل الإلكترون الإزدواج في نفس المستوى الفرعي عن الانتقال للمستوى الفرعي التالي، لأن ذلك أفضل له من ناحية الطاقة، وبالتالي لأن لأي إلكترونين لهما غزل متضاد أن يزدوج في نفس الأوربيتال على أن ينتقل أحدهما إلى المستوى الفرعي التالي الأعلى في الطاقة. يعني هو بدل ما ينتقل لمستوى أعلى وعايز طاقة أعلى، لا، أحسن له أنه هو يعمل ازدواج في الأوربيتال اللي هو فيه مع إلكترون تاني. العلاقة 2N سكوير أو 2 نون تربيع لا تنطبق على المدارات التي تلي المدار الرابع، والإجابة لأنه إذا زاد عدد الإلكترونات في مستوى طاقة عن 32 تصبح الذرة غير مستقرة. السؤال العاشر، الطيف الخطي لأي عنصر هو خاصية أساسية ومميزة له؟ والإجابة لأن له طول موجي وتردد مميز لكل عنصر، كل عنصر له طول موجي وتردد بيميزه، ولا يوجد عنصران لهما نفس الطيف الخطي، وبالتالي هو يميز العنصر. السؤال الحداشر، الإلكترون له طبيعة مزدوجة. ليه؟ لأنه جسيم مادي وفي نفس الوقت له خواص موجية، يعني كل جسيم متحرك بيصاحبه موجات مادية تتحرك معه. السؤال الثاني عشر، يلزم تفريغ أنبوبة أشعة الكاثود حتى ضغط منخفض جدا، بنسحب منها الغاز اللي فيها علشان الضغط ينخفض جدا. ليه؟ لأن الغازات بتصبح في هذه الحالة موصلة للكهرباء إذا تعرضت لفرق جهد مناسب حوالي 10,000 فولت. السؤال 13، اعتقاد فلاسفة الإغريق قديما بإمكانية تحويل الحديد إلى ذهب. الإجابة لأنهم اعتبروا أن كل المواد مهما اختلفت طبيعتها تتألف من مكونات أربعة، وهي الماء والهواء والنار والتراب. السؤال 14، أشعة المهبط لا تختلف طبيعتها أو سلوكها باختلاف مادة الكاثود، والإجابة لأنها تدخل في تركيب جميع المواد. 15، يزداد نص قطر الذرة في المجموعة بزيادة العدد الذري، وده بسبب 1، زيادة عدد مستويات الطاقة في الذرة، 2، زيادة التنافر بين الإلكترونات وبعضها، 3، مستويات الطاقة المستقرة تعمل على حجب تأثير النواة على الإلكترونات الخارجية، ودول الأسباب الثلاثة اللي بيخلوا نص قطر الذرة بيزيد في المجموعة الواحدة. السؤال 16 بيقول، كل من سلسلة الأكتينيدات واللانثانيدات مكونة من 14 عنصر، والإجابة لأن في اللانثانيدات يتتابع امتلاء المستوى الفرعي 4F، وفي الأكتينيدات يتتابع المستوى الفرعي 5F بالامتلاء، والمستوى F الفرعي يتكون من 7 أوربيتالات وكل أوربيتال يتشبع بعدد 2 إلكترون. السؤال 17 بيقول، علل يقل نص قطر الذرة في الدورة بزيادة العدد الذري، والإجابة بسبب زيادة شحنة النواة الموجبة، فيزداد جذب الإلكترونات التكافؤ مما يؤدي إلى نقص نصف قطر الذرة، يبقى شحنة النواة بتزيد فتشد الإلكترونات فده يؤدي إلى نص قطر الذرة بيقل.
السؤال التمنتاشر بيقول نص قطر ال Na موجب اللي هو أيون الصوديوم أصغر من نص قطر ذرة الصوديوم اللي هي Na، والإجابة لزيادة الشحنة الموجبة في حالة الأيون وذلك لزيادة عدد البروتونات عن عدد الإلكترونات. هنا طبعا الصوديوم لما هيفقد إلكترون واحد هيصبح عدد الإلكترونات بره 10 وعدد البروتونات في النواة جوه 11، وبالتالي لما الشحنة الموجبة تزيد في الأيون بتاع الفلز نص القطر بتاعه بيصغر عن الذرة بتاعته. السؤال اللي بعد كده بيقول علل جهد التأين الأول للغازات النبيلة مرتفع جدا لأن نظامها الإلكتروني مستقر، وبالتالي من المستحيل أو يصعب إزاحة أي إلكترون من مستوى طاقة مكتمل. 20 عدم انتظام قيم الميل الإلكتروني للعناصر في الدورة الثانية اللي هم البريليوم والنيتروجين والنيون، وده بيزداد الميل الإلكتروني بزيادة العدد الذري وذلك بسبب صغر الحجم الذري تدريجيا مما يسهل على النواة جذب الإلكترون الجديد، وده ويرجع ذلك لعدم الانتظام. فمثلا في الدورة الثانية في حالة البريليوم تحت مستوياته ممتلئة اللي هم الـ1S والـ2S فيكون بذلك الذرة مستقرة لأن البريليوم عدده الذري 4، في الـ1S هياخد 2 وفي الـ2S هياخد 2، وهذه المستويات كده مكتملة وبالتالي يبان انه هو مستقر. في النيتروجين بنجد ان الـ2B في 3 الكترونات يعني نص ممتلئ، وبذلك يعطي بعض الاستقرار للذرة لان البي بيتملى بستة فهيبقى موجود فيه 3 يعني النص، وبالتالي يدي استقرار. اما في حالة النيون فجميع مستويات الطاقة الفرعية ممتلئة وهذا يعطي استقرارا للذرة. السؤال 21 تسمى اكاسيد اللافة للذات بالاكاسيد الحامضية لأنها عندما تزف في الماء تعطي أحماضا، مثال ثالث أكسيد الكبريت عندما يزف في الماء يعطي حمض الكبريتيك H2SO4، ثاني أكسيد الكربون عندما يزف في الماء يدي حمض الكربونيك H2CO3. السؤال 22 بيقول لا يمكن قياس نصف قطر الذرة تجريبيا عن طريق التجربة. الإجابة لأنه لا يمكن تحديد موقع الإلكترون حول النواة بالضبط كما أظهرت النظرية الموجية. السؤال 23 يزداد جهد التأين في الدورة بزيادة العدد الذري لأنه كلما قل نصف قطر الذرة كلما كانت إلكترونات التكافؤ قريبة من النواة، فتحتاج هذه الإلكترونات لطاقة كبيرة لفصلها عن الذرة وبالتالي جهد التأين في الدورة يتناسب عكسيا مع نص قطر الذرة. السؤال 24 بيقول علل الميل الإلكتروني للفلور أقل من الميل الإلكتروني للكلور، وده سؤال مهم جدا. بسبب إيه؟ بسبب صغر حجم ذرة الفلور، وبالتالي الإلكترون الجديد يتأثر بقوة تنافر قوية مع الإلكترونات التسعة الموجودة أصلا حول النواة، عشان كده الميل الإلكتروني للفلور أقل من الميل الإلكتروني للكلور. السؤال 25 علل الفلور أكبر العناصر سالبية كهربية، والسبب لأن السالبية الكهربية تزداد في الدورة بزيادة العدد الذري ونقص نصف قطر الذرة، وفي المجموعة الرأسية تقل السالبية بزيادة العدد الذري، والفلور يوجد في نهاية الدورة الثانية قبل النيون وفي أول المجموعة السبعة، عشان كده هو يعتبر أكبر العناصر سالبية كهربية. السؤال 26 السيزيوم من أقوى العناصر الفلزية. الإجابة لأن الخاصية الفلزية تزداد بزيادة العدد الذري كلما اتجهنا إلى أسفل في المجموعة، فكلما زادت الصفة الفلزية في الدورة من اليمين إلى اليسار،
وبما أن السيزيوم يقع أسفل يسار الجدول فلذلك يعتبر أقوى الفلزات. 27. بعض أكاسيد الفلزات أكاسيد قلوية. ليه؟ لأن أكاسيد الفلزات بعضها لا يذوب والبعض الآخر يذوب في الماء، واللي بيذوب في الماء بيكون قلويات، ويسمى هذا النوع بالأكاسيد القلوية أو القاعدية. أو الأكاسيد القلوية لأنها تذوب في الماء وتعطي قلوي. السؤال 28، الـ HI أكثر حامضية من الـ HF، ليه بقى؟ لأن إحنا عندنا بزيادة نصف قطر ذرة العنصر بيقل جذب ذرة الإلكترون فيسهل تأينها، أي تزداد الصفة الحامضية، وذلك لأن نصف قطر اليود أكبر من نصف قطر الفلور. حمض البيروكلوريك أقوى من حمض الأورثوسيليكونيك، لأن قوة الأحماض الأكسجينية تعتمد على عدد ذرات الأكسجين الغير مرتبطة بذرات الهيدروجين، فالحمض الأقوى هو الذي يحتوي على عدد أكبر من ذرات الأكسجين الغير مرتبطة بالهيدروجين، وحمض البيروكلوريك اللي هو CLO3 بين قوسين كده OH يحتوي على 3 ذرات أكسجين غير مرتبطة بالهيدروجين، بينما حمض الأورثو سيليكونيك اللي هو SiOH الكل 4 لا يوجد ذرات أكسجين غير مرتبطة بالهيدروجين، كلهم مرتبطين بالهيدروجين، عشان كده هو أقوى منه. علل أهمية استخدام أعداد التأكسد، ليه؟ بأنها بتعرفنا نوع التغير الذي يحدث للعنصر أثناء التفاعل، وبتتبع أعداد التأكسد بتاعة العناصر يمكن أن احنا نعرف أن العنصر ده حصل له إيه بالظبط، حصل له أكسدة ولا اختزال. السؤال 31، تتميز الفلزات القلوية بالنشاط الكيميائي، والإجابة لصغر جهد التأين وكبر نصف القطر مما يساعد على سهولة فقد إلكترون التكافؤ. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من المراجعات النهائية للصف الثاني الثانوي مادة الكيمياء. ما ننساش نشترك في القناة حتى يصلك كل جديد، وتدعمنا بالإعجاب والتعليقات الإيجابية حتى تستمر هذه القناة في خدمتكم. كان معكم معلم خبير محمد علي من قناة نفهم دروس مجانية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Anti-access network.